السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد في درس جديد. كما كتلاحظوا اليوم عندي درس نتاع التكرير، هذا الثاني درس اللي غادي نحط لكم في القناة من بعد الدرس الاول اللي درنا فيه هذيك الرشمه نتاع الهدوء نتاع اللي كتجي في الشيلان. هذه الرشمه تجي في ليزور وتجي في المخد. كما كتلاحظوا عندي ثلاثة نتاع المجموعات، درت ثلاثة نتاع المجموعات، كل مجموعة فيها ثلاثة نتاع الخيوط. الخيط أنا برمتو درتو على جوج وعاد برمتو، نتوما غادي ديرو الخيط غير على أربعة الشعرات. أنا درتو غلاض غير باش يبان لكم في التصوير يبان مزيان. كما قلتكم درنا ثلاثة نتاع المجموعات ثلاثة نتاع الخيوط. أنا بديت هنا الخدمة، نكمل معاكم بدي معاكم في هنايا كي غادي نديرو، هي نفس الطريقة اللي درناها سبق في الفيديو الاول. كنشدو الخيط كنقادوه مزيان على جوج، قادوه باش ما يجيش قادوه هكا، وكنعقدوه العقده سهله بسيطه هكذا. بالنسبه للمبتدئات كما كنقول هذا نستعملي الابره باش تزيري الخدمه ديالك هنا، وكنشدها هكذا وكنزير نجبد مزيان على الابره هكذا باش تعطيني عقدة مزيرة. نفس العملية غادي نديرها مع الخيط الثاني والخيط الثالث. هكذا كنقد من بعد ما كنقد الخيط كندير استسمح ندير العقدة، وكنستعين بالإبرة باش نزير الخيط ديالي. بعد ما ملي غادي تعلمي الطريقة غادي تجيك الخدمة سهلة. غادي تستغني على الابره، غادي تبقى الابره تقلك في الخدمه هكذا. ونكمل طريقة هاني من بعد ما عقدت الخيوط كاملين. الان كما كتلاحظوا عندنا واحد الفراغات، ولكن ما غاديش نخليهم هكذاك، من بعد غادي نرجعوا لهم. غادي نخدم هذه المجموعه ندير لها بحال هذا الشكل اللي درتو في المجموعه الاولى هكذا. ناخذ الوسط بها كما قلت لكم، هاد الرشمه تجي مزيانه في لي زور وفي المخاط. نمشي لهنايا لهاد الفراغ، كناخذ هذا وهذا وكنخدمهم بلا ما نزير بزاف باش ما يلصقوش، خاص يبقى واحد الفراغ بينهم. اسمح نحاول نوريكم ونخدم كنزير. نمشي للخيط الثاني هو هذا مع هذا، وكنخدمه كنخدم يلا الخيط واحد نلصقو مع هادي من خصك تزيري. لما زيرتيش غادي يجي العمل مرخوف، ما يجيش زوين هكذا. كنمشي للثانيه هي هذه، كنزيرها عاود مع هادو بجوج طريقه نتاع البريم تاع الخيط. راه كاين فيديو خاص بالبريم، نفس الطريقه غادي نديرها مع هاد الخيط الثاني هكذا، وكنجبدو عند هادو لكم. الدرس الاول كنت قلت لكم وريت لكم رشمه نتاع تجي لي فولاغ ولا في الشال. ايما خصنا نزير مزيان. دابا غادي نخدم هذا مع هذا، نحطو في الوسط وهذا غادي نخدمو معاه، نجبدو عند ختو عند هاد الجهة اللي راني نخدم فيها دابا.
التكرير كيجي زوين في الفط ما كتلاحظوا هو الشكل بدا كيبان كيجي زوين في الفط واحد الوقت ان العروس ما تمشي للفجاز ديالها كدير الفوطه كديرهم بالتكرير مشيش العروسه بلا فوطات وبلا تكرير مكررين فيهم التكرير نفس الطريقه نكمل بها هنا شي واحد فيهم مرخوف علاش كنقولكم استعينوا بالابره بالنسبه للمبتدئات استعينوا بالابره باش الخيط ما يزلقش ولنا نشرح الاستفسار هكذا حنا ما غسليناش هنايا غادي نكملوا هنايا المكعب معين ديالنا اولا المكعب ديالنا ماشي مكعب معين الطريقة نكملوا بها والوسط شحال ما زيرنا شحال ما كتبان الخدمة مزيانة متقونة نكملو هنا عود معين منساوش ديرو لي جيم الفيديو وهذا مع هذا الشرح يكون واضح وسهل نحاول نحيد يدي من التصوير باش يبان لكم داك الشيء واضح هما كيف ما كتلاحظوا من المعينات في الوسط ومثلثات من هنا هنا غادي نديروا واحد المثلث اخر غادي نرجعوا نديروا بحال هاد المثلثات اللي درناهم هنا غادي نرجعوهم هنايا بنفس الطريقه هكذا دائما هاد اللي باقي لنا هاد العقده كنزيدوه مع هاد اللي باقي من هاد العقده نفصلها اول وحده علاش قلت لكم تخليو احسن ديروا الخيط طويل العقدات كياخذوا الخيط كيجمعوا الخيط بزاف هكذا انا غادي نكمل هادو بجوج ونجمع الجناب ونرجع عندكم ان شاء الله نكملو الطريقه نتاع الهدو غادي ناخذو هكذا نديرو نص بالنص كنديرو واحد العبيده بعد كناخذو مجموعه نتاع الخيوط هكذا بهذه الطريقه ناخذوهم نديروهم هنا كنزيرو عليهم كنعقدو عليهم هاد العقدة اللي درناها هنا مزيان بالشكل ديرو العقدة التانية باش ما يتحلناش كنزلو هاد الشي هكدا بعد غادي نرجعو نقادو نفينيسيون تاع هذا
غادي نمشي للشوشه الثانيه، التانيين نفس الطريقه حتى هي، غادي نشدهم على جوج هكذا، ندير ديك العقده ناخذ الخيط نديرو هنا في الوسط نزيد الثانية الطريقة باش كندير الشوشة اللي كتاخد شوية الوقت، نزين مزيان باش الخيط ما يخرج ليش، نرجع هادو بهذه الطريقة للأمام، بغيت الحل هكدا مخصهاش تبان، كنلوي هذا من العجين، كنلوي بهذه الطريقة من الشوشة، نزيرها بطبيعة الحال مزيان، نفس الطريقة اللي درناها الأول، نعاود في الشوشة الأولى غادي نديروها الشوشة الثانية. ندخلو الخيط في الإبرة، ندخلو الخيط هنا، بعد هاد الشوشة التانية، كنحيدو لها هاد الزوائد، ونفتحو هنا، من بعد غادي يكون فينيسيون. لصقنا الشوشات الان غادي نديرو لهم فينيسيون باش يجيو قد قد، هذا الشكل من بعد ما ساليناه، هذا الشكل نتاع التكرير نتاع اليوم اللي درناه اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم ويكون الدرس خفيف ظريف عليكم وتكونوا استفدتوا منه ان شاء الله. ما تنساوش ديروا الاشتراك وتفعيل الجرس، جامل الفيديو الى عجبكم، خليتكم في امان الله والى اللقاء.